هادشي اللي كيتغنى دابا غير جيبيا فم وقول، ما كاين لا كلمه ولا لحن ولا اداء ولا حتى شي حاجه. حنا جالسين تنكذبوا على بعضياتنا وتنشجعوا بعضياتنا في الكذوب وفي النفاق، وهذا الشيء اللي كاين. اما الاغنيه الاصيله راه هي اللي كانت، هي اللي كانت في ايامات الدكالي الله يرحمه، الله يذكره بخير ويطول عمره، والاستاذ عبد الهادي بالخياط ونعيمه سميح والعمالقه اللي كانوا. اما دابا هذا الشيء اللي كاين، انا قلت لك المغني تيخصو هو اللي يكتب الكلام وهو اللي يلحن وهو اللي يوزع وهو الاستوديو ديالو في الدار، كل شيء كيديرو هو، ما تيخدم مع حد. ما وحنا حنا كنتفقوا على ان ملي كيكونوا الاراء كثيره كنخرجوا حاجه مزيانه. انا كنامن بالعمل الجماعي، ما عمرني مثلا امن بواحد خدام بوحدو كيشطح ويركز ويسبق ويزغرط براسو، من المستحيل غيمشي بعيد ومن المستحيل غادي يعطينا شي حاجه. فهاد الشيء دابا اللي واقع دابا مع هاد الشباب، مع الاسف ديجا الاصوات بعده على قدها، وزيد الكلمه داك الشيء انا قلت لك غير تيقلبوا على القافيه كيف ما كانت، والمواضيع فارغه ما كاينش موضوع يعني، ما وتيبقاو يكذبوا تيقول لك راه الاغنيه انتشرات ومشات ما عرفت فين مشات، ويا راه كاينه غير نعده ما سمعها عند مداد يعني، هذه الحقيقه.